بهذا الإعلان التلفزيوني يجري الترويج لتشريع جديد من شأنه إدخال تعديلات على قوانين التبرع بالأعضاء في بريطانيا على أمل إنقاذ حياة كثيرين في البلاد. يأتي ذلك بينما يستعد البرلمان البريطاني لمناقشة تشريع بهدف تقنين حالات التبرع وإنقاذ المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية، وربما تكون زراعة أحد الأعضاء الأمل الوحيد لإنقاذ حياتهم. وزارة الصحة البريطانية قالت إن التشريع الجديد سينقذ حياة قرابة 700 شخص سنويا. وبعد إقراره يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ عام 2022، وبموجبه سيعتبر الشخص موافقا على التبرع بالأعضاء ما لم يصرح بالرفض. وسائل أعلام بريطانية قالت إن التشريع الجديد قد يفتح الباب أمام علاج 6000 شخص أسماءهم مدرجة على قوائم الانتظار الخاصة بزراعة الأعضاء في بريطانيا. السلطات الصحية في بريطانيا حذرت من أن التأخر في إقرار تشريع ينظم زراعة الأعضاء كان أحد الأسباب وراء وفاة قرابة 400 مريض في العام الماضي. ويبدو أن هذا التشريع يلقى دعما داخل المجتمع البريطاني، حيث أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن قرابة 80% من البريطانيين يؤيدون التبرع بالأعضاء، وأن أكثر من 30% أبدوا رغبتهم في التبرع بأعضائهم. التشريع الجديد أطلق عليه قانون ماكس جونسون، وهو اسم طفل بريطاني أنقذت حياته بعدما أجريت له عملية زراعة قلب، ولاقت قصة معاناته اهتماما كبيرا في الإعلام البريطاني. وتشبه التعديلات الجديدة تشريعا أقر في إقليم ويلز عام 2015، فيما يدرس إقليمان آخران وهما اسكتلندا وأيرلندا الشمالية تشريعا مماثلا ينظم التبرع بالأعضاء.